السلام عليكم كلشي خواتاتي اللي كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ومرحبا بكم في ريفيو جديد على طوموبيل جديده. الطوموبيله اللي معنا اليوم تري سبيسيال واعره بزاف سبورتيف واللي هي الفا روميو 4C كما كتبان لكم اخت الصغرى ديال 8C سميتها 4C لحقاش فيها 4 سيلندر. طوموبيله تري سبورتيف واعره بزاف كما العاده الخوت غادي نوريكم ديزاين اكستيريور ولانتيريور وغادي نضربوا بها دوره في الاخر. وديجا صورت لكم الفا روميو جولييتا وجوليا اللي ما تفرجتش فيهم غادي تلقاوهم في الديسكريبسيون. نبداو على بركه الله كما العاده ليتس جو. كنخوش الطوموبيله اللي معنا اليوم كما كتشوفوا هي الفا روميو 4C طوموبيله تري سبورتيف وسبيسيال واعره بزاف كامله كاربون فايبر. الوزن ديالها تقريبا 895 كيلوغرام. شوفوا لي هذا الكوك ديال اللي في تاهي بالكربون كيجيو هاد العوينات هادو اغريسيف وسبورتيف. هاد ليلين غادي مع الكابو على شكل فيك ومع لا كالوندغ اللي مثلثه. هذه هي الهويه ديال الفا روميو هي هاد لا كالوندغ مثلثه اللي شفتوها في تشولييتا وتشوليا وكاينه حتى في ستيلفيو. كيجي اللوغو ديال الفا روميو هنايا ولي زونتريدير. الفا روميو الخوت راه شادها شركه فيات سنه 1986 ولكن هاد الفوتيو بالضبط كتصاوب في المصنع ديال مازيراتي في مودينا في ايطاليا. مازيراتي اللي هي سوسيتي سور ديال الفا روميو. دونك هذا في حد ذاته راه حاجه واعره بزاف. لي جونت فيها 18 بوس هنايا لي زيت خيدين فران حمرين بريمبو. الطوموبيله راه محدوره. الطول ديالها مترو و 18 سنتيمتر والعرض ديالها 3 متر و 99 سنتيمتر. هنا لي زونتري دير كيدخل البرد من هنايا وكيخرج من هنا باش كيبردوا الموتور كيعاونوا في لايغو ديناميك ديال الطوموبيل. هنا لي جونت اغيير 19 بوس لي فيت خيب الاحمر حتى هما بريمبو. لي فو اغيير انفلونسي من الفيراري دورين واعرين حتى هما سبيسيال فيروش هنايا. الموتور راه هو هذا فيها باك انجن بحال السوبر كارز كيكون الموتور لور بحال لامبورغيني وفيراري وماكلارن. 4 سيلندر 1.7 كيولد 240 شيفو 350 نيوتن متر. فيها دو سورتي ديشابمون فيهم واحد الصوت اغريسيف بزاف. انا غادي نديماريها ونسمعكم الصوت ديالها كيفاش كيتسمع. الكوفر راه كاين هنايا الفوليوم ديالو صغير بزاف بحال الطوموبيلات هادو ما كيلعبوش لك على المساحه. الفوليوم ديالو 110 لتر وهنا كاين لونتي بغوياغ. دونك هذا هو ديزاين اكستيريور ديال الطوموبيله واعر بزاف وسبيسيال. قولوا لي الخوش كما العاده كيفاش جاتكم في لي كومونتير. واللي كتنافس بورش كايمل اس واللوتيس وهنايا الدرافو ديال ليطالي وريتو شكلكم الخضر والبيض والاحمر. ومن بعد ما شفنا الخوت ديزاين اكستيريور غادي تعرفوا على الانتيريور حتى هو السبيسيال ديال الطوموبيله. هذا هو الساروش كما كتشوفوا ملي كتحل ملي كتسد الطوموبيله غادي تحلو الشنطه من الداخل. لي فيت خرا فريمليس كما كيبانوا لكم سبورتيف والداخل راه كامل كاربون فايبر. لي سياج بالحمر سبورتيف فيهم لي سيغ بيكور بالكحل وغابين هنايا ديال الفا روميو. غادي ندخل انا الداخل كما العاده عشان الخوت غير باش نهبط نطلع فيها. هانتوما شوف الطوموبيله محدوره بزاف. الفونا هو هذا بي بلاس سبورتيف بالكوير ولا الكونتاها في لي سيغ بيكور بالحمر. ندير لكم الكونتور اللي فيها ديجيتال هاو غادي يطلع ليكم في الطوموبيل. اخوت بغاكم تعيشوا لا سونساسيون ديال لي فواتور دو كورس. الداخل ديالها راه كلاسيك سامبل ما فيهش بزاف ديال التعقيدات. هانتوما بوست راديو راه عادي هنايا باش كتخدم لونتي بغويا اللور باش كتخدم كليما باش كتسد البيبان وهنايا باش كتسخن لي غيترو ملي كتكون فيهم الضبابة. كاينين لي باليت او فولون ريغولاتور دو فيتيس ها هو فين كيبان لكم مخبي. هنايا فاش كتحكم في هاد الكونتور
climatisation manuelle, adia, boîte à vitesse automatique, style avion de chasse, fait les kinfs Ferrari, fait à s'adir les rapports à double embrayage, ou à had qui me cache bel les com, me fait à HD, drive, ou à had rahi drive, ou l'N, rapport à mort, ou l'R reverse, y a marche arrière, ou n'est automatique ou la manuelle. N'avais-je que tchèque comme flé rétro, triangle, les modes de conduite, raki ben ou les com kinit l'acha, ou kin, ou d'ailleurs, ram khfi, me cache bash, kin all weather, ou normal, ou dynamique, les hua sportif. وكاين مود اخر ملي كتبقى مرك على الديناميك كيطلع لكم هنايا او غادي يطلع الفا روميو ريس ان سيري مود ريس. هذا المود اخوت صعيب واحد شويه لحقاش كتفصل جميع الانظمه ديال المساعده ديال الطوموبيله لو اس بي كتحيد كتبقى منك للطوموبيله دونك خصك تكون كتسوق مزيان لحقاش الطوموبيله كتولي كتهرب كتولي كتجليسي. اي واحد يلا غادي يسوق هاد الطوموبيله خصو يسوقها بمود عادي اول ويدر ولا نورمال. وهنايا كاتسي الفا روميو غابيل انتيريور كيما كيبان لكم راه سامبل ما فيهش بزاف ديال التعقيدات. هنايا طفاية لا لوم سيغاريت بوز فيغ مساحه تخزين صغيره دونك هذا هو الداخل اخوت. شنو نسيت كامله كاربون فايبر باش كينقصوا من البوا ديالها. والصوت ديالها الخوت كما قلت لكم راه اغريسيف. انا غادي نديماريها باش تسمعوا سمعوا دابا يلاه ما راهو فيش ما والو سمعوا الصوت ديالها. انا غادي نخرج لكم اللور باش نسمعكم لي سورتي دي شابون كيفاش كيتسمعوا. دونك الخوت انا غادي نسمعكم الرونفلاج ديال هاد دو سورتي دي شابون لي اغريسيف. فاصله 5 سكوند والطوب سبيد ديالها كيوصل 258 كيلومتر في الساعه. اسمع شو الصوت ديالها كيفاش كتغوش. سبور شيف ديال بصح قولوا لي اخوت الراي ديالكم في الكومونتير. راه محدوره كما كتبان لكم في الطريق لي مود دو كوندويتش. هدرت لك اخويا جماعه راه ديناميك دابا باش كتصاوب ملي كديروا ليها مود ديناميك اللي هو سبور كتبقى لو اس بي خدامه الانظمه ديال المساعده كيبقاو. ولكن ملي كديروا هذيك المود ريس ش دابا باش كنهضر معاكم كنغوت لحق الصوت ديال لي شاب ممكن تسمع بزاف. هذاك المود ريس كما قلت لكم كتفصل جميع الانظمه المساعده ديال الطوموبيله كتولي منك ليها. دونك خصك تكون شي سيركوي ولا شي بلاصه اللي خاويه وخصك تكون كتعرف تصوب مزيان. والانتيريور كما قلت لكم راه فيهش بزاف ديال التعقيدات كلاسيك كاربون فايبر راه افريوير كامله. وهنايا بلا لومينيوم واحد الغابيل ديال كاتسي خساره ما فيهاش طوا بانوراميك كان غادي يزيد في الجماليه ديال الطوموبيله. ديالها غادي تلقاوهم في الديسكريبسيون. كونسوماسيون ديالها تقريبا 11.5 لتر في 100 كيلومتر اللي هي كونسوماسيون موين. فيها 240 ديال لي شوفو كيما قلت لكم. وهاد الصوت هذا ما كاع ما كتحتاجو كاع لا موسيقى لا والو تقعد تمسكو مع هاد الصوت ديال لي شابون لي سبورتيف و اغريسيف. تخيير بريفو طاليان ليطالي راه رائدين في الصناعه ديال السيارات الخوت.
ودابا يا لي زامي انا غادي نطيس هاد الوحش ايطالي. بسم الله خويا انا غادي نسوق اموت نورمال ولا اول ويدر. هذا داك المود الاخر كيخلع واحد شويه. غادي ندير ان واحد ديال بصح مع السبق. هذا مود نورمال هذا عرفتي هذاك النوت ديال ديناميك وريس ولكن السريع ديال بصح. في لي دوطان خصكم غير بشويه لحقاش طوموبيله هابطه لي رابور دي كيدوزو 350 نيوتن متر فيها في الكوب. هانتوما خوت شوف واحد لاكسيليراسيون قصيرة غندير ليكم هنايا. عصبة ديال بصح. وصافا خوتني هذا الفيديو كنتمنى انه يكون عجبكم. لعجبكم ما تنساوش انكم ديروا جيم وتابوناو في لاشين. خلوا لي لي كومونتير ديالكم راه كنقراهم كاملين وكنجاوب عليهم. تسناو الجديد مازال شي طوموبيلات واعره في الطريق ان شاء الله. يلا تهلاو في راسكم حتى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس.